سيرة اللواء بعد 67 إزاي انتقلنا من حالة الانكسار والهزيمة لحالة التحدي والمثابرة لتحقيق النصر؟ بمعنى كانت إيه الخطوط الرئيسية للتخطيط للمعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة من نهاية 67 كان الجهد الأكبر للقادة على جميع المستويات وحتى ضباط الصف والجنود هو التفكير في أسلوب تحرير الأرض. كل فكر واجتهد في مستواه وطبقاً لتخصصه، وبالتالي التخطيط ده تم بطريقة تراكمية بناءً على ظروف الموقف العام والموقف الاقتصادي، وأهمهم موقف تدبير السلاح. كانت قاعدة الفكر اللي اتبنى عليها التخطيط هو دراسة الذهنية الإسرائيلية، خاصة فيما يختص بنظرية الحدود الأمنة ودراسة هيكل الدفاعات الإسرائيلية. التحدي الأعظم هو كسر حاجز الخوف، إيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة وللشعب المصري نتيجة هزيمة 67. ده كان الجهد الأكبر والأعظم واللي بذل فيه جهود كثيرة. العلامة البارزة في بداية كسر هذا المنحنى كانت معركة رأس العش. اسمحوا لنا ان احنا نقف لهم احتراما وتقديرا لو سمحتوا. يعني نوجه ايضا التحيه لقائد هذه العمليه العميد احمد شوقي اللي كنا نتمنى ان يكون موجود معانا النهارده، ولكن لولا ظروفه الصحيه بندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله.